بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أرحب بحضراتكم السادة الإعلاميين والقنوات المتنوعة اللي بتغطي النهاردة وجود شارع الصحة في فعاليات مهرجان العالمين النسخة الثانية. الحقيقة هذا المهرجان اللي بدأ السنة اللي فاتت ليه طابع خاص هذا العام في وجود إدارة ووجود رعاية من المتحدة للخدمات الإعلامية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اللي الحقيقة ارتأت أن هذا العام يكون مهرجان متنوع في بعد ثقافي، في بعد خدمي، وفي بعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة طبعا إلى البعد الترفيهي، وهو بعد مهم جدا لأن احنا بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صور ليها. احنا شفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة.